اخر سؤال، غصب عننا غصب عننا بنبدا نحط المقارنات. حكم تحكيم اجنبيه رائعه في الفتره الاخيره اللي جت في المباريات الكبيره، بنحط مقارنات. مقدرين جدا الحكم المصري، احترام الحكم المصري، نزاهه الحكم المصري، بس زي اللاعب المصري واللاعب الاوروبي صح في فرق كواليتي واضح. بص انا هبدا الاول ان عندي طقم مصري لازم اهنيه. امبارح كان بيلعب في ماتش في الدوري الليبي محمود البنا طبعا، يوسف البساطي، وكان معاهم لا ده احمد توفيق طلب ويوسف البساطي عشان المساعد الاول والمساعد الثاني، فعملوا ماتش هايل، اهلي طرابلس مع اهلي بنغازي، ماتش ديربي في ليبيا. بينطلب الحكم المصري، بينطلب الحكم المصري، الراجل راح بدعوه شخصيه للطقم دوت، راحت الماتش عمل ماتش امبارح هايل. وبالتالي في عندنا الكواليتي موجوده، في عندنا الكواليتي موجوده، في عندنا حكام كويسين، في عندنا حكام كويسين زي البنا، وفي اكتر من 7 حكام دوليين، واكتر من الدوليين كمان في حكام كويسين، بس احنا الفار محتاج شغل، محتاج تدريب عملي كتير في الملعب. دلوقتي انا قلتها بمنتهى الامانه، الناس دلوقتي بتتمرن، كل واحد بيتمرن في بيته على تمرين بدني عشان يبقى يجري في الملعب، لكن احنا محتاج فوق التمرين البدني مع وجود الفار لازم تتمرن طول الوقت على تقنيه الفار عشان توصل للمستوى اللي احنا بنشوفه النهارده. صحيح. انت النهارده مش حاسس بالفار، مش حاسس بتوقفات، مش حاسس بمشكله حصله ان الراجل بيراجع، او في دربكه بتحصل عندنا في الدوري المصري ان الفار لما تيجي الفار تشيك بتحس ان في حاجه مش مظبوطه، وقت كتير، قرارات بتاخر، الحاجات دي كلها بقى عندنا مشكله. الحاجات دي بتيجي بالتدريب، صحيح، بتيجي بالشغل، صحيح، التدريب والتدريب المستمر، لان الموضوع مش هيجي في يوم وليله يا كريم، الموضوع صعب. صحيح. الناس متخيله ان الفار موضوع سهل، ان مجرد راجل يروح يشوف، لا، الموضوع بيجي تدريب وممارسه واغلط واتعلم واغلط واتعلم، فالقصه ما بتجيش سهل. صحيح. فمحتاجين التدريب العام ده يكون موجود. انا النهارده بحيي لجنه الحكام الامانه، طقم تحكيم النهارده اللي تم اختياره على اعلى مستوى. على فكره انا حييتهم قبل الماتش، قبل ما اشوف الماتش يعني، لان عارف المستوى اللي جاي حاجه، يعني حاجه كواليتي ايه في الاتحاد الاوروبي. رايه. وبالتالي هو لعب راجل في كاس العالم، فات ماتشين، اتوقع للطقم ده يوصل ابعد مسافه في كاس العالم اللي جاي. عظيم. لان في ثقه فيه.